نروح للفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، واللي حصل على راحة النهارده من التدريبات، وده بعد طبعا عودته من الإسكندرية ونهاية المعسكر اللي خاض فيه الفريق ماتشين وديين. فريق يد الزمالك لعب ماتشين في اسكندرية ضمن طبعا فترة الإعداد للموسم الجديد، قدر يحقق الفوز في المباراة الأولى على البنك الأهلي بنتيجة 34-32 يوم الخميس، وعلى فريق سموحة بنتيجة 31-25، والمباراة دي كانت امبارح. الجهاز الفني لفريق يد الزمالك بقيادة الإسباني فرناندو باربيتو دلجادو منح اللعيبة راحة النهاردة، وهيرجع للتدريبات بكرة على صالة النادي استعدادا لبداية الموسم. طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان فريق يد الزمالك هيبدا مشواره في دوري المحترفين يوم 20 سبتمبر المقبل بمواجهه المعادي في الجوله الاولى، وطبعا عارفين انه منها الى كاس العالم للانديه يوم 27/9 اول مباراه ان شاء الله. اما عن فريق سيدات يد الزمالك فقدر يحقق الفوز على فريق هولوليدو النهارده في المباراه الوديه اللي اتلعبت من شويه على صاله النادي، انتهت المباراه بنتيجه 52-33 في اطار استعدادات الفريق للدوري. الفريق هيستأنف طبعا تدريباته بكره بدون راحه ضمن خطه الاعداد للموسم الجديد. زي ما عارفين ان فريق يد سيدات الزمالك هيبدا الدوري يوم 20 ديسمبر المقبل بمواجهه فريق الزهور في الجوله الاولى ان شاء الله.